في هذا اللقاء اللي اعتنا به انطلاقا ديال اتفاقيه مع جماعه مدينه الدار البيضاء اللي كتشمل بالطبع مجموعه ديال المجالات بما فيهم الشباب الثقافه بالخصوص اولهم يعني ترميم مجموعه ديال ديور الشباب وديور الثقافه اللي كاينين هنا في مدينه الدار البيضاء، كذلك التنشيط حول هاد ديور الشباب وديور الثقافه يعني تكوين او بنقط جديده، اهمهم هو نحاولوا يكونوا تكوينات جديده للشباب والشابات. كنتكلموا على شباب اللي نيت اللي خارج الكليه وخارج يعني المدارس اللي ما استفدوش من تكوينات في يعني في مجال في المدرسه العموميه، فالتحدي اليوم هو يكون واحد التكوينات اللي كتجاوب مع الاشكاليات ديال اليوم وباش يمكن لهم ينخرطوا بالطبع ويدخلوا لسوق الشغل ويعرفوا كذلك او يوليو كيامنوا بالحلم المغربي. في المجال الثقافي كاين هناك مجموعه ديال الانشطه اللي غتتم تنظيمهم بالتنسيق مع الجماعه هنا، ومره اخرى كيتبين بان فاش كيكون هناك اشراك للجماعه وللجائله وكيكون واحد يعني واحد كننجحوا في المسار او في الديناميه اللي بغينا نطلقوها في المجال ديال الشباب وفي المجال ديال الثقافه. لا كاتدرال القلب المقدس اللي كيعرفها الجميع، معلمة اللي بقات مغلوقة منذ سنوات تقريبا 8 سنوات، واليوم بعد الترميم يتم الافتتاح ديالها. القيمة المضافة ديالها وهو غيكون فضاء ثقافي اللي يمكن لجميع التظاهرات الثقافية ديال مدينة الدار البيضاء تحتضنها. طاقة استيعابية مهمة تقريبا 1500 مقعد اللي يمكن له يعني يستوعب الناس، وبالتالي اليوم هي فرصة باش يعني بغينا ان الافتتاح يكون افتتاح مهم لجميع البيضاويين، والغرض منها طبعا على اننا نرسخوا روح الثقافه داخل مدينه الدار البيضاء. الحمد لله مؤخرا خدينا على ان الدار البيضاء يعني مدينه مسجله كمدينه مبدعه في لاغ نوميريك، فاليوم بغينا يعني بافتتاح هذه المعلمه نؤكد على دور الثقافه داخل مدينه الدار البيضاء، وان شاء الله راه غادا تبقى مفتوحه طيله ايام الاسبوع لمزيد من التظاهرات معارض، يعني واحد المجموعه ديال داكشي اللي كنا محتاجينه اليوم الحمد لله راه غادي نلقاوه في هذه المعلمه اللي تفتحات.